السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق النادي الأهلي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي وفيوتشر في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز والحصول على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق النادي الأهلي. وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر المصري المفتوح نايلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، وعبر قمر النايلسات عبر القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.